العدالة الاجتماعية ومحور العدالة الاجتماعية، انتوا وقفتوا ماليا وبتعمق عند مشروع حياة كريمة، لماذا وما هو المقترح؟ ده بيجي في ذهننا او في التصور المقترح انه انت عارف عندك الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية هو تكافؤ الفرص وكثير من اللي انا قلته من شوية صغيرين على التعليم والصحة والعمل، وما ينفعش مثلا حد في القضاء يقول لك ده ابن بواب، ده كلام يعني لا يليق. ففكره تكافؤ الفرص ده الجانب اللي هو بتاع العداله الاجتماعيه في تقديري على كل حال، واللي ورا ما هو مقترح. نيجي بقى لفكره الحمايه الاجتماعيه. الحمايه الاجتماعيه بتقوم بها الدول، والحقيقه يعني عندنا مبادرات ابتدت من سنوات ومبادرات محموده، يعني منها تكافل وكرامة ومنها حياة كريمة ومسطورة وأشياء كتير، يعني في مبادرات حقيقية في مجال الحماية الاجتماعية. كويس. السبب اللي بيخليني بصراحة أحتفي زيادة شوية بمبادرة حياة كريمة إنها مختلفة عن تكافل وكرامة، لأنها مبنية على فكرة التمكين. يعني مش بس بدي حد قرشين علشان ياكل وما يموتش، ده فكره تكافل وكرامه، انك يعني عايز تساعد حد انه ما يقعش من عار القفه زي ما بيقول. انما تمكين ده مساله مهمه. انت بتعمل في تكافل وكرامه بتعمل ايه؟ بتعمل بنيه اساسيه، حياه كريمه سوري، بتعمل بنيه اساسيه، بتعمل مستشفيات صحيه، بتعمل، انت بتمكن اهالينا اللي عايشين في القرى الغلبانين ان يقدر، وطرق، فيقدر ينتج حاجه ويقدر يبيعها ويلاقي سوق ويتعامل في الصحه واولاده يتعلموا. عشان كده انا بحتفي في ذهني وفي قلبي كمان بمبادرة حياة كريمة. يا ترى بتطبق على أرض الواقع بالجودة والجدية اللي يجب أن تحظى بيه؟ ده موضوع تفصيلي أنا ما أعرفش عنه كفاية وما أقدرش أحكم عليه، إنما أنا عايز بس كنت أوصل رسالة أنه، وياريت فكرة التمكين دي تبقى هي اللي بتحكم كثير مما نفعل، مش بس في القرى، في مصر كلها.